ميشو بكي ليش ما عم تاكلي؟ مالي نفس تقبريني، غليان قلبي على اخوك، صار له اكثر من يومين ما اتصل، ماله بالعاده. اصلا من وقت ان انا سكنت هذا البيت حاسه بغصه، حاسه حالي رح اختنق. يا ليش شبه هذا البيت صغير ومضبضب، بعدين تنظيفه اسهل من ذاك البيت مليون مره. ايه من كتر ما كنتي يا بعدي تشتغلي، هلا هيك فهمتي من هذا الحكي؟ شايفه يا شهاب؟ شايفه شلون جار علي وعليكي الزمان؟ يا ترى مشتاقتي لي مثل ما اللي مشتاق لي؟ ليش حاسس قلبك اسيان علي؟ لاني تركتي؟ الله وكيلك مو بايدي، غصب عني. بس أنا قلبي لو يقسى على الدنيا كلها ما بيقسى عليك يا شا. آخ آخ، بهداك البيت عشت أحلى أيام عمري. أبوكي الله يرحمه كان معيشني على كفوف الراحات، كنت جايبتك أنت وأخوكي أبو جانتي، شو كنا مبسوطين تقبريني. إي والله اللي صار يا أمي هداك اليوم ما بيتصدق، كل ما بتذكره بيوقف قلبي. ليش شو صار هداك اليوم؟ ما صار شيء، أصلاً هو البيت كان مهرهر وعايف حاله، ولو ما تركناه كانت أكلتنا الصراصير. صراصير؟ إيه صراصير وفيران كمان. ولي على قامتي وفيران كمان؟ خلاص حاجة تذكريني، إميني من هالسيرة، كلي خلصيني خلصيني. أمي أنت اللي لازم تاكلي، شوفي حالك قلبي على نصك، ما بدك تاكلي؟ لا. إيه ها أنا رح طعميكي. ما طيب أمي، الله يوفقك، كلي من إيدي خدي. يا سلام شو طيبة لبنة، كثير بتحبيها للبنة. خدي هيك خيارة كمان. كمان خيارة هاتي. إذا إلك ما دللتك مين بدي دلل؟ خدي شو إلك شو خيار وشاي. طيب مع بعض ذوقي يا ماما. يا هي أيوة يلا دوبريني شو حنوني هاتي. يعني مؤمن نور وعواطف يلي مالي غيرهم بهالدنيا؟ والله مو أغلى مني، لكن انتي يمي، انتي اختي، انتي عائلتي وكل عزوتي. الله يعمرك وينصرك ويكتب لك اللي فيه الخير ويحقق لك اللي ببالك وببال اهلك الشرفة يا بنت الشرفة.